صلى الله عليك يا سيدي. ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وسفينة النجاة، يا سيد الشهداء، ما خاب تمسك بكم. أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي، ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى، اقرأ وياي، وأدرج الليلة في أثوابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى، وأدرج الليلة في أثوابه. خل صوتك يرتفع، هاي الليلة آخر ليلة ويا علي،
مضى على اهتضامه بغصة غص بها الدهر مدى أحقابه عاش غريبا وويلا عاش غريبا بينها وقد قضى بسيف أشقاها مدى اغترابه لقد أراق ليلة القدر دمايا دماؤها صببن بين صبابه تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه قتلوه وهو في محرابه أين المنادون وعليا أين المنادون وسيدا قتلوه وهو في محرابه يا قاتلي وهو في محرابه شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين صاحت عسى بعيد البلد سجى يا بحس هاي زينب هاي الليلة وهي ترابها ممدد على المغتسل شافت أبوها وبالدموع الفجرة العين صاحت عسى بعيد البلم سجى يا أبو حسين يا حسن شيل عمامته وهالجرح شدوه وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدو وهذا يا بعد اهل القطين للجرح خلوه بالهون قلب والدي شد الجرح زين لا أريد صوتك وياي هاي الليلة ليلة الوداع ليلة فراق أمير المؤمنين يا حسن شيل عمامته وهالجرح شدوه وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدو وهذا يا بعد اهل القطين للجرح خلوه وبالهون قلب والدي وشد الجرح زين يلي يتغسل والدي وياي وين الأعمى فوق المنابر ما حلي حلو الجهة
قبل ان تشيله خله تودع اليته بعد ابو الحسنين ما ريد هالدنيا الدني بهداي قلب جسم ابو الحسنين بهدا وانت يا نور العين بالهونس جبلمة طول على المغسل شعبني وفتتح ممرود قلبي وموحش الدنيا علي وياي وياي يلي تحفرون القبر واسعوا مكاه وبهدا ينزلوا جنازتين وسفروا وجه ولا يعز شال على ولا لفان ممرود قلبي وموحش الدنيا علي ويلي تهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيه قشره تراه الصير عيشتنا بليه ممرود قلبي وموحش الدنيا علي الأمر لله لا حول ولا قوة ولا منعة ولا عصمة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل قال عبد الله بن عباس لو أن الشجر أقلام والبحر مداد والجن والإنس كتاب وحساب ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد إخوان أضطر أقومكم وأجيبكم للأمام شنو قضيتكم يعني؟ رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم للأمام وصلى على خير الأنام محمد وآله الكرام تون اللي هناك اللي بالخلف تقدموا للأمام تعالوا قدام لم تعرف الدنيا رجلا جمع الفضائل ومكارم الأخلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
ففضائله لا تعد ولا تحصى، ومناقبه أبعد من أن تتناهى. كيف تعد فضائل رجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق: لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: ضربة علي لعمر بن ود العامر يوم الخندق تعادل عمل الثقلين. كيف تعد فضائل رجل أسر أولياءه خوفا وكتمها أعداؤه حقدا وحسدا، ومع ذلك ملأت الخافقين فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار. يقول مجاهد: جاء رجل إلى عبد الله بن العباس قال له: ما أكثر فضائل علي بن أبي طالب؟ إني لأظنها 300 فضيلة. فقال له ابن عباس: إنها إلى 30,000 أقرب. وقال: لو أن الشجر أقلام والبحر مداد والإنس والجن كتاب وحساب ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد هذه المقدمة نتحدث هذه الليلة عن علي عليه السلام في عدة جوانب حيثما يتسع به الوقت. أولا، علي عليه السلام في القرآن الكريم لقد نزل في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم ما لم ينزل في أحد من الصحابة. كيف لا وأن هذه التفاسير والمصادر مستفيضة في هذا الجانب؟ كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يقول ابن عباس: نزلت في أمير المؤمنين 300 آية. وقال ابن عباس أيضا: لقد عاتب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم وما ذكر علي إلا بخير. وقال ابن عباس: ما نزلت آية بهذه الصورة يا أيها الذين آمنوا إلا وكان علي أميرها وشريفها. وقد نزلت في أمير المؤمنين آيات كثيرة، كما نقل السيوطي في الدر المنثور عن الخطيب في المتفق أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
في يوم من الأيام تصدق بخاتمه وهو راكع، فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد اعتبر القرآن الكريم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نفس رسول الله، روحه التي بين جنبيه، وأنفسنا وأنفسكم. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المقام الأول، وهو القرآن الكريم. هلموا بنا إلى أمير المؤمنين في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان في سيرة النبي صلى الله عليه وآله الفضل الكثير والكبير في نشر الإسلام وفي نشر التعاليم الإسلامية، وكثير من الناس تأثروا بأخلاق رسول الله واعتنقوا الإسلام متأثرين بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك امتدحه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق التي كان يتصف بها نبينا محمد قد اتصف بها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول علي بن سويد أو سويد بن غفلة، يقول: دخلت على أمير المؤمنين يوما من الأيام، يقول: فوجدت الإمام جالس على حصيرة. يقول سويد ابن غفلة: قمت أوزع نظرات في بيت الإمام علي. علي كان يملك الدنيا والآخرة وعنده ولاية تكوينية، لو ما أمير المؤمنين يحول التراب إلى ماذا؟ إلى ذهب، كن فيكون، صحيح؟ يقول سويد ابن غفلة: قمت طالع في بيت الإمام علي، أكو أثاث مأثث، هناك أثاث فاخر عند أمير المؤمنين. يقول: لم أجد إلا حصيرة كان جالس عليها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قلت له: يا أبا الحسن، أنت ملك المسلمين وبيدك بيت مال المسلمين، يعني خزينة الدولة كلها في يدك يا علي، وتأتيك الوفود من كل جانب، وتأتيك أعيان الدول من كل أنحاء البلاد، وما عندك إلا هالحصيرة جالس عليها يا أبا الحسن. التفت هنا إلى عبارة إمامك علي، قال لي: يا سويد، إن اللبيب لا يتأثث في دار النقلة وأمامه دار المقامة، وإنما نقلنا متاعنا إلى تلك الدار وهي الآخرة. هذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المقام الثاني في سيرته العطرة صلوات الله عليه. هلم بنا إلى المقام الثالث، وهو علي في كلامه صلوات الله عليه. لم يدون لأحد من الصحابة مثل ما دون للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فهناك الكثير من الخطب والمواعظ والإرشادات كلها تشيد بفضل حق وحقية الإمام علي في ذلك.
ولذلك يقول ابن أبي الحديد: إذا نظرت إلى كلام أمير المؤمنين وجدته مكتظبا من ألفاظ القرآن الكريم. هذا من هو يقول هذا الكلام؟ ابن أبي الحديد من علماء السنة. يقول: إذا نظرت إلى كلام أمير المؤمنين تجد أن كلامه مقتضبا من ألفاظ القرآن الكريم، يحذو حذو القرآن، وكلامه ليس بعده كلام، يعني كلام الإمام علي ما بعد كلام إلا كلام ابن عمه محمد بن عبد الله. صلى الله عليه وآله. كيف لا وأمامك هذا السفر العظيم وهو نهج البلاغة يطأطئ له البلغاء والفصحاء إجلالا وإعظاما. هذا الكتاب الذي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والأدعية الواردة عن مولانا صلوات الله عليه تدلك على العظمة الإلهية والتوحيد الصحيح. كيف لا وأنت تقرأ في دعاء كميل ابن زياد: واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك. هاتين العبارتين من أفضل العبارات، وكله فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إلا أن هذه العبارات تدلك على علاقتك بالله تبارك وتعالى كيف تكون قلبا وقالبا. لسانك قلبك مرتبط بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. شكلكم تعبانين الليلة. هذا علي في كلامه. هلم بنا إلى علي في أجوبته. كيف لا وهو صاحب تلك المقولة: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أعلم بها عن طرق الأرض. وما قال هذه الكلمة بعد أمير المؤمنين إلا وهو كذاب. وقد سئل مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أسئلة عجز عن حلها. من هو يرى الفضل في نفسه؟ هو يرى الفضل في نفسه، ولكن هو صغير في مقابل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. جاء رجل إعرابي إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال له: يا أبا الحسن، ما تقول في كلب وطأ شاة فأولدها؟ فما حكم ذلك الولد؟ هل هو كلب أم هل هو شاة؟ أجل الله المكان والسامعين. فقال له الإمام أمير المؤمنين: اختبره في المشي، فإن اختبره في مشي مع الماشية، فإن توسط أو تقدم فهو شاة، وإن تأخر فهو كلب. قال: وجدته يتقدم تارة، ووجدته يتوسط تارة، ووجدته يتأخر تارة. قال: اختبره في الجلوس، فإن برك فهو شاة، وإن أقعى فهو كلب. قال: وجدته يصنع كذا تارة، ووجدته يصنع هكذا تارة أخرى. بعد مسألة طويلة قال الإمام علي: اذبحه
فإن وجدت فيه كرشا فهو شاة، وإن وجدت فيه أمعاء فهو كلب. فبهت الإعرابي من تفصيل المسألة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كعب الأحبار اليهودي يوم من الأيام دخل على الإمام أمير المؤمنين، قال له: يا أبا الحسن، أخبرني عن ثلاثة أشياء، عن من لا أب له ولا عشيرة له وعن لا قبلة له. ثلاثة أشياء: من اللي ما عنده أب، واللي ما إلى عشيرة، واللي ما إلى قبلة. فقال الإمام أمير المؤمنين: أما الذي ليس له أب فعيسى بن مريم، وأما الذي ليس له عشيرة فهو آدم، وأما الذي ليس له قبلة فهي الكعبة المشرفة، فهي قبلة ولا قبلة لها. هذا علي. قال: أخبرني عن ثلاثة أشياء لم تمشي في رحم ولم تخرج من بطن. فقال الإمام صلوات الله عليه: عصا موسى وناقة ثمود وكبش إبراهيم. قال: بعد يا أبا الحسن، وحدة إذا أجبتها فأنت أنت. هذا كعب الأحبار يهودي يقول له: إذا أجبت عنها المسألة فأنت أنت يا علي. قال: هاتها يا كعب. فقال: أخبرني عن قبر سار بصاحبه. فقال أمير المؤمنين: ذلك يونس بن متى لما سجنه الله في بطن الحوت. فبهت هذا الرجل من تفصيل المسألة للإمام أمير المؤمنين. هذا علي في أجوبته. المقام الأخير، وهو قبل الأخير وليس بأخيرا، علي في قضائه. كيف كان قضاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ قال نبينا محمد أقضاكم علي، وياي انتوا لولا أقضاكم علي عليه السلام. الخليفة الثاني يقول: لا أبقاني الله في معضلة ليس فيها أبو الحسن. أكو رجل في زمن الإمام أمير المؤمنين ادعى أن رجلا ضربه على رأسه ففقد ثلاثة أشياء: بصر، شم، وفقد لسانه، يعني التذوق ما يتذوق. فقال الإمام أمير المؤمنين، أحضر للإمام أمير المؤمنين هذا الرجل، فقال: إن صدق هذا الرجل فله ثلاث ديات: دية البصر، ودية الشم، ودية التذوق. ثلاث ديات للسان: دية اللسان، ودية الأنف، ودية العين. فقالوا للإمام أمير المؤمنين: وكيف نعرف أنه صادق؟ فقال: أما من ناحية الشم فإنه يدنى منه الحراق، يحرق له شيء ويوضع أمامه، فإن غرورقت عيناه بالدموع وأنحى رأسه فهو كذاب، وإلا له دية فهو صادق. قال: والثانية يا أبا الحسن، البصر. قال: أنه يعرض على أشعة الشمس، فإن أغمض عينيه فهو كذاب، وإلا فهو صادق. قال: لو بعد يا علي، واللسان. قال: يضرب بشيء في لسانه فيدمى، فإن خرج الدم أحمر فهو كذاب، وإن خرج الدم أسود فهو صادق. هذا أميرك علي بن أبي طالب.
هذا علي في قضائه صلوات الله عليه. ألم بنا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أحاديث رسول الله عند النبي، كيف هو، كيف يجسد لنا رسول الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، وإنهما لن يفترقا. ثم الخليفة الثاني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو وضعت السماوات والأرضون في كفة ووضع إيمان علي في كفة أخرى لرجح إيمان علي على السماوات والأرضون. هذا الخليفة الثاني يشهد. وتعال شوف النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة التي خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر هو عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي. إلى آخر الخطبة قام له أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما أفضل الأعمال في هذا الشهر يا رسول الله؟ قال: الورع عن محارم الله. ثم بكى. التفت شوية هنا لبكاء النبي صلى الله عليه وآله، يقول له: الورع عن محارم الله. ثم بكى، تحادرت دموعه على خده، وهذا في محضر الناس. قال لي: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، يأتي إليك أشقى الأولين والآخرين، عاقر ناقة ثمود، فيضربك على قرنك فيخضب شيبتك من دم رأسك. فقال: أفي سلام من ديني يا رسول الله؟ قال: نعم يا أبا الحسن. قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك نفسي التي بين جنبي، طينتك من طينتي. يا علي، أنت وصي، يا علي ووالد ولدي ولداي الحسن والحسين وزوج ابنتي الزهراء وخليفتي من بعدي على هذه الأمة، يا علي، إن الله اصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واصطفاك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أقول لي: يا رسول الله، ليتك ترى أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة وحوله أهل بيته، وهو يلتفت إليهم وينادي في أمان الله، في دعة الله، وهاي ليلة الوداع، والله يساعد الحوراء زينب، هذا اليوم أبوها قدامها يشوفها أمام عينها وباكر تحت التراب. وين صوتك؟ الإمام يقول: رحم الله تلك الصرخة التي كانت من أجلنا. إمامك يترحم عليك، صرخ ونادي وعليا سيداه.
التفت إلى ولده الحسن، قال: ولدي حسن، كأني بك مسموما، تتقطع كبدك من حرارة السموم. ثم التفت إلى الحسين، دموعه تتحادر على خده، صاح: ولدي حسين، أما أنت فشهيد هذه الأمة، تذبح من القفا عطشانا وظمآنا، ويبقى جسدك على التراب 3 أيام تصهره حرارة الشمس. في مثل هذه الليلة مولاك أمير المؤمنين التفت إلى أولاده وهو ينادي: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجل، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبوا بأفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في القرآن، فلا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في جيرانكم، فإنها وصية نبيكم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم وإنها خير العمل. الله الله في صيام شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لا زال يقول: الله الله حتى غشي عليه. أجركم الله، أحسن الله لكم العزايا، رشوا عليه شيئا من الماء. أفاق الإمام دار عينيه في أهل بيته وهو ينادي: يا بني عبد المطلب، لا ألفين لكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل علي المرتضى، لا تقتلن إلا قاتلي، فإذا أنا مت يا حسن فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المثلة حرام ولو بالكلب العقور. أجركم الله. وفي خبر آخر قال: أبصروا ضاربي واطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإذا أنا بقيت فأنا أولى به. أجركم الله. فبينما هو كذلك وإذا به قد عرق جبينه. رحم الله من لا داوى عليا، رحم الله من لا داوى سيدا، انكبت عليه فخر المخدرات زينب: أبا ما لي أرى جبينك يرشح عرقا. صاح بني زينب: سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه. ثم التفت الإمام إلى ولده الإمام الحسن، قال: بني حسن، إذا أنا مت غسل لي وكفن لي وصل علي وكبر علي 7، واعلم أنه لا يحل ذلك إلا على رجل يخرج آخر الزمان
من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الدين، ثم ولدي لا ترفع السرير حتى يرتفع المقدم، فإذا رفع المقدم ارفعوا أنتم المؤخر واتبعوا مقدمه، فإذا نزل المقدم أنزلوا أنتم المؤخر، ثم نح السرير جانبا فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبا، أجركم الله عند ذلك عرق جبينه وسكن أنينه، مدد رجليه وأسبل يديه، قرأ شيئا من القرآن، وجه وجهه ناحية القبلة وهو ينادي وعليكم السلام ملائكة ربي، أطبق فاه وفاضت روحه، وويلاه انكبت الحوراء زينب على أبيها وهي تنادي أباه، من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا، أبا حزننا عليك طويلا، رحم الله من لا داوى عليا، عندك استعداد تسمع لولا وتجاوب يا زينب؟ يا طار شيخ دلك علامة، يا طار شيخ دلك على ووقف على ذروة تهامة، قل للنبي ويا عمامة أبو حسين ما تم، وويلاه أبو حسين ما تمم الصيام، لف العيد وأولاده يتا، إجانا العيد ريت لا إجا، ولا بين هلال بسما، وويلاه قام إمامكم وضع الإمام على المغتسل وجرده من أثوابه وأخذ يغسل أباه، ثم دخلت الحوراء زينب المغتسل، وهذه أصعب ساعة على البنية أن ترى أخ أباها ممدود على المغتسل، تقلهم يا تغسلونا بهيدا شد والطبرة، أريد أبعث سلام أحزان بيده لأمي الزهرة، تقلهم يا تغسلونا بهيدا شدوا
والطبرة أريد أبعث سلام أحزان بيد أهل أمي الزهرة. وصاحت حيف يا أبو حسين يا الدار الفلك بمرا خبر جدي المختار بكروب حصلناها. وويلا وويلا اريد نشيع المولى هذه الليلة. وين صوتك وعليا بويا وتندفن بالليل ليلة شلون ميشومة وقبرك يختفي يا ياب مثل أمي المهضومة. ما ترضى على الزهرة ها؟ سألكم وين قبر الزهرة؟ بويا وتين دفن بالليل ليلة شلون ميشومة وقبرك يختفي يا ياب مثل أمي المهضومة. إجايمها حسن للشاف مدامعها المسجومة ورجعها لحجرتها أبو محمد وسلاها. صبر يا زينب تعزي بعزاء الله. الأعظم شوفت الكرار وأولاده يغسلونه. اسمع اسمع شنو الأعظم على زينب؟ شنو الأعظم على الحوراء؟ الأعظم شوفت الكرار وأولاده يغسلونه. لو شوفت أخوها حسين خيل عدوانه يدوسونه. وويلا إهنا خيها الحسن ردها وردت وهيه مغبونة. ويوم الطاف زجر جاها وسبها وسل برداها. وويلي على المظلوم على المظلوم. وويلي على المظلوم على المظلوم. ثم رفعت تلك الجنازة بالتهليل والتكبير. هذا ينادي وعلياه هذا ينادي وسيدا لا إله إلا الله لا. وين صوتك؟ خل شيع الإمام لا إله محمد رسول الله علي. هل لا إله محمد محمد علي علي بعد براه لا محمد محمد علي علي.
العيد مجبل والحزن زايد علي، من عاين الدار المرتضى من لخلي، فقد الأبو نخص علينا بهالسنة العيد، ومن الصبح باجر علي احزاني يتزي، نبكي ونلطم والبكي واللطم ما يفيد، نشبت مخالبها بحشاشتنا المني، محلى الأبو في العيد ليجمع أولى، ولبسهم الزينة على جاري العق عليك، هذا أريدها، محلى الأبو في العيد ليجمع أولى، ولبسهم الزينة على جاري العق ورفرف عليهم بالهنا طير السعى، يطيب القلب والصير عيشتهم هني، واحنا يا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعدها، وافراحنا راحت وصار العيد فش، باكر لازم عيدا واحنا بعزي، باكر يا خوتي هالمنازل غلقوا وخلوا ثياب العيد بدلا تطلعوا، واعلام سود على المنازل نشروا، ولا اريد احد من هالبلد يدخل علي، وويلاه وعلياه.